عايدة ونادية وفادية ولاد خالات، مش بس بيجمعون انهم ولاد خالات، يلي بيجمعون زيت حكيم التجميل اي كيو تحت 80 وحبهم للبعزقة. بحلقة اليوم من The Cousins رح نتعرف على المشاكل الصعبة يلي بيواجهوها عند الحلاق او الكوافر. يا الله تفاصيل لاري، شو بدي اعمل؟ بلكي حتى هلأ تلفن لعلى البلوك تبعي. عايدة بعد مش فاهمة انه سيلر بيمشي على البطارية ولازم يتشرج. فاديا اعطيني تليفونك لأحكي داد بشرفيك، سلولاري مش عم بدور، بلكي حدا دقلي على البلوك تبعي. يا الله شو بدي اعمل؟ مش معقول عايدة بدياني اعطيها السلولار وانجا حاطة التوب كوت على ضفيري بعد ما نشفه. انا الكوافير عندي سالون دولتشي ان بوتشي، واذا بدك فيك تستعملي سلولاري الايفون 6 بلس. وانه مش بس سلولاري وقف، اجا هيدا الكوافير اللزقة بده ياني استعمل تليفونه. انا اجمالا مني ثقيله، بس وقتا ينتزع تليفوني بعصب. خلص خلص انا عند الحل، ناخد سيلفي بتليفوني انا. بتعقد. واو يا طلعت مغمضه. ليك عايدة سكتي، انت سكتي طول عمرك بتغاري مني. بدنا ننزلها، يعني بدنا ننزلها. انه معقول راسيك؟ انا ولا مره نزلت لك صوره مش طالعه حلوه فيها. انت احترمي حالك. سكتي ولي هبله. وحده مثلك هبله. اي اتركي لي شعراتي بقى. اي 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 انبسطتوا؟ انكسر دفري.